الكلام في الجنس حاجة مخيفة جدا، كأنك داخل في الزون المحرمة أو المنطقة اللي ممنوع الكلام فيها أبدا. هكلمك النهاردة عن فوائد الجماع. كل العلاقات الزوجية نشأت في الأصل بهدف المتعة من العلاقة الجنسية بشكل مقنن وبشكل مقبول، يقبلوا العرف، يقبلوا التقليد، يقبلوا الدين، كل ده عشان نقنن المقابلة ما بين الذكر والأنثى. يعني احنا نمسك أول حاجة التأثير الجسدي عليك لما تعمل علاقة جنسية بشكل مستمر. مثلا الإنجليزي بيقول The more sex you have, the more calorie you lose. لما تعمل ده فعلا بشكل متكرر، انت بتوصل لأعلى درجات الحرق في جسمك، بسبب ان دورة الدم بتمشي بشكل شاكل بسبب ضخ الدم للأعضاء، وبالتالي هتلاقي كل ده بيعود على باقي أعضاء الجسم بالنشاط الدائب اللي هيحصل داخل الخلايا. من ده نقدر نستفيد حتة تانية جنب ده، انا هخس ولكن في نفس الوقت كل الغدد هتبدأ تشتغل بطريقة صحيحة، يعني في مجموعة من الهرمونات هتنطلق، فبالتالي هتديلك نوع كبير جدا من النشاط داخل الجسم، وانت بالطريقة الرياضية اللي انت بتعملها المستمرة بشكل منتظم بتحافظ على عضلة المثانة، فبالتالي بعد العلاقة على طول بتطلق السموم اللي جوه جسمك، فبيحصل عملية فلاشنج وتنظيف ويساعد على طرد السموم الداخلية مع التعرق المستمر. فده يؤدي لك إلى فايدة أكبر جدا، إن كل الجلد يبدأ ينضف، النعومة بتاعت الجلد تزيد، لو في أي تجاعيد في البشرة تبدأ تقل. وجود العرق اللي بيطلع من الجسم ده بيساعد بشكل قوي جدا على إن الخلايا كلها تشتغل. هرمون السعادة ده لما بتحصل العلاقة الجنسية بشكل منتظم وبطريقة صحيحة بيحصل ليك نوع من الرضا، نوع من الثقة بالنفس، إحساسك إن أنت مقبول من الطرف التاني. يبقى لما يحصل ده، الفايدة الأولى إن أنت بيحصل لك ثقة بالنفس بسبب إن الطرف اللي قدامك ده راضي عنك، إن هو بيقول لك إن أنا مبسوط. يبقى رفعنا الثقة بالنفس، حسنا الإحساس بإني عندي طاقة إيجابية، وبالتالي لما تزيد الطاقة الإيجابية والثقة بالنفس هتزيد المناعة في الجسم. لو أنت فاشل في بيتك ومش عارف تبسط شريكتك في الحياة، انت بتعكس ده على الموظفين اللي معاك، بتبقى اوسخ شخص ممكن يقابله في الوجود، بتبقى مريض نفسيا ومعقد وقارف اللي تحتك، وكل اللي تحتك يقول يا رب يعني امتى يغور وننتهي منه، وانت هتغور وترجع البيت يطلع مش عايز اقول بقى، هتتضرب برضو بالايه بالشبشب هناك في البيت، لانك لا عارف تنجح في بيتك ولا في عملك. بعد العملية الجنسية تلاقيه مبسوط جدا وفرحان، بيحس بأنه هو عمل حاجة واو ملوش حل. يعني تيجي تبص تلاقيه بعد ما بيخلص أقل حاجة اللي قبله ناقص ياخده بالحضن ويجوسه من كتر الرضا والسعادة، يعني ولا شمشون الجبار. أنا عايزة الميكانيكي يجي يصلح الماتور، وهتكون الميكانيكي يجي يصلح الماتور. ليه عايزة الميكانيكي يجي يصلح الماتور؟ قالي انجي عايزة الميكانيكي، فأنت اشتغل ميكانيكي وخليك مبسوط واستعد ان انت تقدم اقوى ما عندك وافضل ما عندك. الاداء ده مطلوب بشكل جيد، بلاش شغل البارد ده وشغل الاخوات والاصحاب، بلاش تبقى بارد. الراجل البارد او الست الباردة او الناس اللي بتحاول تعمل العلاقة الجنسية بالادب والاخلاق وحضرتك وهي تقول له يا حاج، كل ده مرفوض في العلاقة الجنسية. هعمل حلقة عن الموضوع ده، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي العلاقة الجنسية ناجحة. لو حابين الموضوع ده ياريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، وما تنسوش برضو تعملوا لايك وسبسكرايب. لما يحصل اداء عضلات جيد للجسم، فبالتالي القلب محتاج يشتغل بشكل منتظم، بشكل يوصل الدم لكل العضلات عشان تعمل المجهود بتاعها بدون ما يحصل فيه اي مشكلة. عضلة القلب وكل دورة الدم كاملة بما فيهم ضغط الدم بيحصل له نوع من الارتفاع في أول الأمر عشان يوصل الدم لكل العضلات اللي موجودة وبما فيهم المناطق الحسية الخاصة بالجنس.
انت ضغط الدم بتاعك بعد العمليه الجنسيه لو انت منتظم بالشكل اللي انا اقول لك عليه هيحصل لك استقرار لضغط الدم، وبالتالي لو عندك اي مشاكل تتعلق بالدوره الدمويه انسى خالص عدم الشعور بالالم. يعني لو انا مثلا عندي مشاكل في الفقرات، في المفاصل، عندي صداع، عندي صداع نصفي مستمر، التهاب في الجيوب الانفيه، كل ده هيروح تماما بالعمليه الجنسيه المنتظمه. ليه بيحصل الكلام ده؟ لان الهرمون اللي بينطلق ده بيفضل اثره بعد العمليه الجنسيه لمده 12 ساعه. اقل حاجه ان انت لما تقابل الزوجه لازم تعرف ان المده ليها عامل كبير جدا في الامتاع الزمني، الفتره الزمنيه ان انت تطول ما يقلش عن تلت ساعه الى نص ساعه. اذا انت بطل يعني واد بريمو طولها لغايه الساعه. سيدنا النبي نفسه وصى على الموضوع ده، وضح النقطة دي بشكل واضح جدا، ألا تقع عليها كالبهيمة وأن يكون بينكم الرسول. يعني أقل حاجة القبلات والبدايات اللطيفة والكلام الحلو، وانت لبسك حلو النهاردة، الدلع بقى في الكلام ده هيخلي الحميمية والتجهيز بقى والنظافة الشخصية. ما ننساش دي نقطة مهمة قوي، ان بيساعد جدا جدا على زيادة النظافة الشخصية. الشخص لما يجي يعمل علاقة جنسية أول حاجة بيهتم بيها الريحة. الستات خلي بالك، الراجل بيحب الروائح الشجري دي، بتحفز هرمونات الجنسية عنده إن هو يتقبلك. دايما كل الناس اللي بيشتكوا يقول لك بتجيلي بلبس المطبخ وحاجة زي الزفت. تلاحظ دايما إن الراجل فيه عادة كده مختلفة عن الست. الست عندها فرصة للتكرار، الراجل دايما بعد ما بيخلص الكيرف بتاعه بيبقى في النزول، فبيحس ان هو اكثر استرخاء، اكثر راحة، بيحصل له هدوء نفسي، فبالتالي بيميل للنوم اكثر. يبقى ليه فايدة برضو عظيمة ان احنا دايما بعد العلاقة الجنسية الجيدة المعمولة بطريقة صحيحة، فبالتالي ده هيخليك ما تحسش بالأرق، ما تحسش بالصداع، وخاصة الصداع النصفي دي مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا، وكل ده بسبب الاسترس والضغوط العصبية والمشاكل اللي احنا دايما بنواجهها في حياتنا. من ضمن الحاجات برضو اللي بعض الدراسات اتكلمت عنها ان هي بتزيد تحسن النظر، بسبب ان في نقل قوي جدا للهرمونات والسيالة العصبية، فبالتالي يحصل تغذية قوية جدا لكل الأعصاب الطرفية اللي موجودة. للسيدات، ودي مهمة 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 جدا، ان دايما الست لما توصل سن اليأس، او اسف على اللفظ بتاع سن اليأس، ان الست بيبقى عندها فترة كده بيحصل لها الركود، هتلاقيها دايما قرفانة من كل حاجة بسبب ان الغدة الدرقية بدأت تشتغل قليل، وده بيحصل لامراض او ان هو لكبر السن او دخول لمرحلة سنية معينة، كل ده هيبدأ يشتغل تاني بشكل يتناسب مع السن، فالمزاج العام بيتحسن. يعني عندها لو عندها عدم افراز للغده الدرقيه على طول هتلاقيها متعصبه ومتضايقه وبتتشاكل معاك وتضرب العيال ومزاجها زي الزفت. ده المود العام. هتلاقي العظم عندها بقى شكله غريب، تلاقي نسوانك كده من سن الخمسين والستين تلاقيها ماشيه بتعرج ومفشكه وحاجه غريبه جدا. فانت حافظ على ان انت او انت ان يبقى فيه علاقه زوجيه منتظمه فيحافظ لك على افراز الغده الدرقيه، فالعظم بيحصل له تقويه عاليه جدا. نفسيا اتحسنت، جسديا اداء جسمك كله بقى افضل من الاول، اجتماعيا بقيت اقرب وانجح. يبقى ممارسه الجنس له فوائد عظيمه جدا لو انا مارستها بطريقه منتظمه. ببعد عن التجلطات الدم، ببعد عن الضغط المرتفع، مشاكل التناسليه، بيبدا الدم يوصل للاعضاء فبالتالي ببدا احس بيها. الست اللي عندها برود بسبب انها بتاخد حبوب منع الحمل ما بتبقاش طايقه الراجل، عندها الام مستمره، مش طايقه اولادها، وعلى طول بتكره الموضوع ده، لان الحبوب منع الحمل دي من اقذر الحاجات اللي توجدت في الطبيعه. في حاجه اسمها العزل، يعني سيادتك لما تبقى عايز ما يبقاش في حمل او ما فيش اطفال اعزل، ابعد ان انت تنزل حيوان منوي داخل الفرج، ان انت تستخدم حبوب منع الحمل اللي بتعود عليك انت بالمشكله وهي ما بتبقاش طايقه ولا مستحمله، وانت تتشاكل معاها وتقول انها بقت بارده وما لهاش رغبه للجنس، انت السبب. اطلب منها ان هي تعمل العزل، وده اسهل طريقة وأأمن طريقة على صحتك وصحتها. بالطريقة دي هتلاقي حياتنا مختلفة تماما، وهنبقى حياتنا في غاية السعادة عليك انت داخليا وعلى أسرتك وعلى الناس اللي حواليك. الدنيا هتبقى سعيدة وجميلة وهادية، بلاش مشاكل، بلاش قلق، بلاش ان احنا نحارب انفسنا بعدم الوعي وعدم الفهم. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين، ودي رسالة بسيطة عشان نعيش حياة سعيدة. باي باي.